خروش من البعتات. نديرو شي حاجه مع مرنا درناها نخرج من منطقه الراحه ومن هنا غادي نصور واحد الفيديو ديال النهائي. جوج كاميرات، ثلاثه ديال العدسات وثلاثه الكلاب وجوج ديال لي تريبي والريغ لايت. شي حاجه اللي اول مره غنديروها والاحساس فيها كيكون غريب بزاف وفي نفس الوقت كتكون ممتعه. اول مره نجي نفوت الحدود ديال تيزنيت. انا في الجنوب حدي تيزنيت واليوم ماشي غير الميم. فلوق ديال تيزنيت غنلوحو كامل في الفيسبوك. هو دابا كيتلاح، قررت نبقى نلوح الفيديوهات في الفيسبوك، الفلوقات كامله في الفيسبوك. علاش انا التحكيم كيحسب ليها بلي غندير فيديو غير في الدار، ولكن هما كانوا غلطين. انا اليوم غادي ندير فيديو بين احسن الفيديوهات اللي درتهم. وفين؟ فواحد البيت ماجور. مرحبا بكم في اكثر مكان مهجور هنا في الجنوب، هو هاد الدار هادي. البيبان هنايا، كلشي مهرس، السقوفه، اي حاجه ما نقدروش ندخلوا هنا. سي عثمان، ما نساش واحد القضيه مهمه بزاف، هي الطاقيه، ستيل جديد. فوالا، ها هي جاتني زوينه بزاف، عجباتني، دونك عطات واحد اللوك اللي زوين. صراحة ما عرفتش غنصور، ولكن الحاجة اللي كنعرفها هو أنه أي حاجة صورتها غادي نستعملها كيما كان في الفيديو. وهذا الفيديو هذا غنعبر فيه على بزاف ديال الحوايج اللي مهمين اللي بغيت نبارطاجيهم مع صناع المحتوى اللي كاين معايا. عنده رسالة نبيلة لجميع صناع المحتوى. غادي نخرج ونحضر لي واحد فالور اجوتي في المسابقة إن شاء الله. يلا حيت بلا ما نكثروا الهضرة لأنه مشات الوقت لآخر ثمان. شنو هي مصلحتك ديال الفوتوغرافرز؟ الفوتوغراف خطير. ما تحشمش صور اي حاجه لقيتيها صورها وتعلم. خرج وصور. ممارسه. ما تبقاش في الدار ديالك. براكتيس. اقرا عليه ضروري تقرا. في الفوتوغرافر اي حاجه خاصه. الالوان وكل شيء، كيفاش تصور، كيفاش تبدا. باي ذا واي، عثمان تلاقيت معاه فاش من بعد ما تقضيت هذه الكاميرا هذه عند هذاك اللي تقضيت عنده الكاميرا. شوي يقول لي واش انت عندك قناه؟ قلت له هي. قال لي حتى انا كنت الفوتوغرافين وكاش دينا النمره وبدينا كنتواصلوا. صافي، سبحان الله العظيم. صدف من الاكاديه حتى للبلاد، حتى للبلاد، ومشي حتى دابا للبلاد باش نصور عنده النهائي ديال مسابقه حدث مواهب. يلا نتحركوا. فين غادي نسي عشان تروع؟ تروع ولا درهم؟ نمشيو لواحد البلاصه هنايا في تليان تورخا في النواحي ديال تيمولاي في الجنوب. ما كنتش متوقع باللي الجنوب بهذا الجمال هذا، كان طبيعه، واحد المنطقه اللي زوينه بزاف. جينا باش نصوروا فيها ان شاء الله النهائي. غادي انستاليو هنا الكاميرا هنا في هذه البلاصه هذه باش الباك جراوند تكون كي بحال هكا هنايا، وانا كنهضر كي بحال هكا، وانا كنبان كي بحال هكا، كنهضر قدام الكاميرا كي بحال هكا. دونك هنايا غتكون الباك جراوند زوينه بزاف ونهضر اقصى مستوى ديال الصوت عندي انا نهضر فيه ان شاء الله هنايا، نعبر بداك الشيء اللي كاين في الداخل ديالي، داكشي كامل اللي تعلمته غادي نبارطاجيه في هذا الفيديو ديال النهائي ان شاء الله. غيكون تحدي لي زوين. سوني A7 III، هذا هذا هو كان السبب من بين الاسباب اننا تلاقيت مع السيد هذا. هذا المايك هذا كيعطي واحد الجماليه للكاميرا، بحال قلتي هو الماكياج ديال الكاميرا. كيما مزيان هو هذاك. بسم الله نبداو على بركه الله. اهم حاجه دائما نبيت اوف اخيرا. عرفتي شحال صعيب انك تصور كي بحال هكا قدام الكاميرا وتبقى تهضر شي 20 دقيقة ولا 17 دقيقة؟ صعيبة بزاف. وانت يا سكريبت
ما كتبوش كتبغي الافكار وكتارتيكولي بيناتهم. سالينا ليتس دو ات. شكرا لك سي عثمان. شكرا. غنخلي الانستغرام ديالو هنا في الديسكريبشن. عثمان بوجا مصور من الطراز الرفيع وكيدير تصاور واعرين، وهو جا لهاد البلاد هذه ان شاء الله حتى انا نتعاون معاه ان شاء الله باش يصور فيلم صغير على يكون سينماتيك على البلاد ديالو باش يعرف بها، وميم طون يكون عنده برودوي ديالو باش انه يعاونو في سميتو المسار ديالو المهني في هذه الحرفه هذه ان شاء الله. نتمنوا ليه خير. امين امين. كما قلت كيبان كل شيء مهرس تماك، ما نقدروش ندخلو. واقيلا كاين واحد الباب هنا ندخلو منه، ولكن عثمان خايف قال لي لا راه يقدر يطيح علينا شي حاجه. ما قاليش جيني سيفيل، ما قاليش البي تي بي، ماشي ما فيهش القرايه، ما فيه والو، هادشي واقف من عند الله سبحانه وتعالى. حتى كطيح حتى كيطيح. شكون اللي هزو؟ الله سبحانه وتعالى اللي هز هاد الدار هادي. باقي واقفه الى حدنا الى 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 يومنا هذا. واحد الدروج قديم، واحد الدروج قديم هنايا، واحد الباب ما عارف فين كيخرج، واحد البلاصه حتى هي، واحد الباب انا كيخرج ما بغيت ندوز ليه، ولكن هنا كاين مشكل. اختار لي بسم الله على بركه الله. بسم الله بسم الله. هادشي كيخلع كيخلع هادشي والله العظيم مشكله. انا كنوض في الارض الارض كتهز. هادشي الاغلبيه ديالو مبني بالطوب وبالحجر باش مبني كيبحال البني القديم باه، ومليح حتى بالعود. العود غالبا واقيلا ديال الصفصاف، لا هذا ماشي ديال الصفصاف، العود ديال النخيل. هاد البلاصه هادي، هاد البوتخ هادي، هادي صافي قربت تهرس منا من الوسط هكاك. واحد الباب هادشي بحال هادشي كيعجبني نصورو بحال اللي يبان. هذا اليوم الخامس، اخر سين في التصويت. هذه هي اللقطه الاخرانيه اللي غادي نصورها ان شاء الله. واختاريت هذه السين هذه بالضبط نصور حداها بحال هكا من فلوغي، وتكون دوبل الكاميرا. انا تشوف فيها الكاميرا غادي نفلوغي بحال هكا، ولكن الكاميرا الاخرى اللي كتصور بالكاليتي اللي واعره عاد تشوف من هنا، فهمتيني؟ وانا كنفلوغي بحال هكا. طب اليوم جيت لهاد البلاصه، اليوم جيت لهاد البلاصه هذه في اخر الدنيا بيه، وانا باقي مستمر ان شاء الله. There's a party downtown, someone said that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. Regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party downtown, someone said that you're coming by. I know that summer was a big mistake. I just hope that we're still okay. You always play.